شغل كان بياخد مني 6 ساعات كاملة عشان اعمله واسلمه للعملاء اللي بشتغل معاهم. It's time to stop. بقى بيخلص في دوسة زرار واحد. فلو انت مهتم بصناعة الفيديوهات وبتشتغل في المجال ده على موقع العمل الحر او مع عملاء في شركات مهتمة بالمجال ده او حتى زي بتشتغل في ادارة السوشيال ميديا بس واخد الفيديوهات كفرصة اضافية تزود بيها دخلك مع العملاء بتوعك او تقوي من مهارة السوشيال ميديا بتاعتك، هنصحك انك تحتفظ بالفيديو ده وتركز فيه جدا لان شغلك كله على وشك انه يتغير. خناقة مواقع السوشيال ميديا كام سنة اللي فاتت كانت بسبب ظهور الريلز، الفيديوهات الصغيرة دي اللي انت بتقعد تسرح فيها وتعمل سكرول بلا هدف. وبقى اي صانع محتوى تعليمي لو بيعمل فيديوهات طويلة ليه، خصوصا بودكاست مثلا او فيديو تعليمي معدي الربع ساعة مثلا، هتلاقيه بيحتاج بعدين انه يقطع اجزاء من الفيديو الطويل بتاعه ويعملها كريلز عشان يقدر يرفعها على مواقع السوشيال ميديا بتاعته بطريقة احسن. فبيبقى الفيديو عمودي بالطول مش بالعرض، وهتلاقيه بيحاول يتفرج على الفيديو كامل عشان يقص اهم الاجزاء المفيدة في الفيديو الطويل بتاعه. وبعد ما يقص الاجزاء دي هتلاقيه راح فاتح بقى برنامج مونتاج عشان يضيف ترجمه روشه كده بتطلع لكل كلمه هو بيقولها في الفيديو بتاعه، فتدي طابع حماسي اكتر يشد الناس ليه. الحكايه دي ممكن تاخد منك وقت قد ايه مثلا عشان تطلع 3 4 فيديوهات؟ طب لو هتطلع 10 فيديوهات مثلا، اقول لك انا مش فارقه يا عم، لان حاليا انت ممكن تعمل دوت بدوسه زرار واحده. بتختار الفيديو الطويل اللي عندك، ممكن مثلا تجيب اللينك من اليوتيوب اصلا وتدخل على الموقع اللي اقوله لك دلوقتي وتديه اللينك بتاعك وتدوس على زرار واحد بس كده، هو بنفسه هيختار لك الاجزاء المهمه. وده بجد عن تجربه شخصيه في اكتر من 20 فيديو لعملاء مختلفين اشتغلت بيه مع موقع ابورك. وهتلاقيه هو هيقطع لك الاجزاء دي وهيضيف لك عليهم ترجمه وهيديك خيارات شكل الترجمه بتاعتك تبقى عامله ازاي، وكمان في النص هيقول لك لو عاوز تضيف بي رولز اللي هي مقاطع من بره تحسن من المحتوى بتاعك وتمنع الملل بتاع الناس وتحط لك حاجات كل شويه بطريقه احسن. ده مش كده كمان بس، انت كمان ممكن تقول له الكي ووردز اللي انت عايز تبحث بيها على الفيديو الطويل بتاعك وتقول له لو لقيتني اتكلم عنها قص لي الحته بتاعتها واعملها لي فيديو لذيذ، وهو هيعمل لك دوت في كليكايه واحده. يعني حقيقي يا صديق ربنا يستر الاي اي رايح بينا على فين، بس حاليا مفيد لينا فنبدا في شرح الموقع العظمه ده وهو موقع اوباس كليب، وندخل عليه ونقول بسم الله. زي ما انت شايف هنا لو فتحت موقع اوباس كليب عندي مثلا دوت الاكونت بتاعي اللي انا عامله، فهتلاقيني اشتغلت اكتر من 30 فيديو بالفعل، دولت فيديوهات لعملاء مختلفين على موقع ابورك انا كنت اشتغلت ليهم. كنت فقط باخد الفيديو اللي هو كنت ليه ساعتين وشويه، 47 دقيقه 56 دقيقه حاجات 53 دقيقه، في فيديوهات ساعه وشويه، حتى انا نفسي كنت واخد لي فيديو 44 دقيقه بالفعل واشتغلت عليه وقطعت منه حاجات ونزلتها على قناه اليوتيوب اللي انت بتتفرج عليها بالفعل حاليا كشورتس. فبكل بساطه انت بتيجي هنا وبيقول لك يا اما ترفع لي فيديو موجود عندك على الكمبيوتر من هنا ودوس عليه، يا اما والله لو عندك اللينك دوت لفيديو زوم لينك زي ما بيقول لك او يوتيوب لينك او اي حاجه تانية درايف او كذا حاجه هو متعاقد معاها بيقول لك فقط دخل لي اللينك بتاعك من هنا. فتعالى بينا كده نجرب في فيديو مثلا من الفيديوهات اللي احنا عايزين نشوفها على اليوتيوب ونشوف حد زي أليكس هرموزي مثلا، دوت حد من الناس اللي انا بحب اتفرج عليها، ودوت فيديو انا كنت شايفه عظيم جدا، كان داخل بودكاست كده مع حد بيتكلم فيه، فحرقت اللينك من هنا، كل اللي عايزينه فقط اللينك، وهنرجع على وبس وهنضيف له اللينك. هيقول لي والله الكريديت اللي هيستخدمه ساعة ونص لان الفيديو دوت ساعة ونص بالفعل، ويقول لي اللغة بتاعتك هتبقى بانهي كابشن، فاحنا نختار الانجليزي، العربي للاسف لسه مش موجودة حاليا، ويقول لي والله انت عايز تبقى التمبلتس بتاعتك شكلها عامل ازاي، يعني هتبقى بالطريقة ديت، انت عايزه يبقى شورت كده بالطريقة ديت، ولو وقفنا على كل واحد فيهم هيقول لنا الخصائص بتاعته، ولا عايز يبقى الشورت بطريقة الكتابة ديت، ولا عايزه بطريقة الكتابة دي. طبعا ما يشغلكش اي حاجة من ده لانك من جوه تقدر تعدل كل حاجة انت عاوزها. ويقول لك انت عايز فقط تضيف كابشن فقط من غير ما احنا نقعد نقطع لك، يعني انت ترفع الفيديو الساعه ونص دوت واحنا نحط لك كابشن عليه كله ولا لا؟ طبعا طبعا لو انت مش عايز تستخدم الساعه ونص كلها كامله فتقول له لا والله يا باشا استخدمني من اول الدقيقه 22 لحد الجزء دوت، لان انا عارف ان الجزء دوت في الحتت اللي انا عايز ايه يقطع منها كلام كويس، انا عارف ان دي كانت احسن حته فانا عايز اقطعها. واقول له والله بص قطع لي الحاجات، هل قطع اوتو انت مع نفسك اي مقطع من اول ثانيه لمده 3 دقائق؟ يعني ممكن يطلع لي المقطع 3 دقايق، يعني لو هتلاقي حد شورتس مثلا او فيديوهات صغيره ممكن يطلع لك الفيديوهات مدتها من 10 ثواني ل 3 دقايق كامله، ولا تقول له والله انا عايز بس الفيديوهات انا مهتم بالفيديوهات اللي تطلع لي تكون كلها اقل من نص دقيقه، ولا والله ممكن تطلع لي اقل من نص دقيقه وكمان طلع لي معاها اللي من نص دقيقه لدقيقه وكمان طلع لي لحد دقيقه ونص، انما انت مش مهتم باي حاجه من فوق. طبعا لو انت عايز اكتر من كده عايز 3 الى 5 دقايق بس علم عليها، لو انت عايز فقط الفيديوهات تبقى اكبر اصلا وتختار دي بس براحتك خالص.
طيب هنا بيقول لك نوع الفيديو، نوع الفيديو دوت على حسب، هل هو كيو ان اي كويستشنز وانسر يعني اسئله واجابات، ولا هو فقط حاجات تعليق بيرد عليها، ولا انت في بودكاست ولا كده. لما بتختار دوت هو بيبتدي، فانا اخترت مثلا كيو ان اي، يعني انا كنت شغال مع عميل بالفعل اللي هو بيبقى معظم فيديوهاته بيطلع كده لايف كويستشنز، بيقعد يتكلم الناس بتساله ويرد عليهم. فانا لما بقول اوبس دوت كيو ان اي، فبيحاول يركز على بدايه سؤال وينهي. الاي اي عندهم بيروح الحاجات دي كويس جدا يعني. طب لو انا عايزه بس يجيب لي الفيديوهات اللي بتختار كلمات معينه، يعني كلمات في النص معينه، فاقول له والله بص الراجل دوت انا مهتم بيه لما يتكلم حاجات ويقول، يعني هي ده فيديو على النصايح، فاقول له لما يتكلم مثلا ماركتينج، لو قال كلمه ماركتينج ديت لا علمني عليها، دي حاجه مهمه جدا. ولو قال مثلا كلمه بيزنس كمان علمني عليها، ولو قال بقى الحاجات اللي انت عاوزها. فبالتالي انت بتقول له قطع لي الحاجات اللي فيها الكلمات دي اتذكرت في الفيديو. بعد ما تخلص الحاجات بتاعتك هتقول له والله جيت كليب ان وان كليك، فقط كليكايه واحده هتقول لك والله احنا نقعد نقطع من الجزء دوت للجزء دوت زي ما انت اخترت. الاستيميت التايم حوالي 12 دقيقه وهكذا بتبتدي تتوسع، وبعد ما يخلص هنوريك شكله عامل ازاي. زي ما شايفين هنا بيقول له والله انا خلصت الفيديوهات بتاعتك، فادخل بص عليها. الفيديو بتاع اهو اليكس هرموزي اللي احنا جبناه هندوس عليه، وهيقول لي انا اخترت لك الفيديوهات زي ما انت كنت عاوز، او اخترت لي اللي هي من 3 ل 5 دقائق، والحاجات اللي فيها التوبيك الماركتنج والبيزنس. لو انت اخترت ماركتنج فاقول لك هو الماركتنج انا جبت لك دوت عجبني فيه ماركتنج، ولو عاوز بيزنس فاخترت لك والله الفيديو دوت والفيديو ده والفيديو ده وده وده وكل الحاجات ديت. لو عملنا خلاص احنا نختار كل الريزلتس، يعني بيدي، هنلاقيه هنا بيدي سكور. طبعا احنا عشان حاكمينه في توبيك ماركتنج وبزنس فهو مش جايب لي كتير، يعني انت لو فتحته له وقلت له والله اختار لي الحاجات اللي انت حاببها وانت شايفها موجوده، فهيختار لك اكتر. ممكن في فيديو لو ساعه ونص كامله احتمال يختار لك 20 فيديو قصير، اللي هي 20 شورتس تنفع تبقى ريلز اي حاجه انت عاوزها للسوشيال ميديا بتاعتك. فنلاقيه يقول لي والله الفيديو ده انا مسموه لك The importance of hiring top talented for business growth، ايه اهميه ان انت تجيب الناس التوب تالنتد. فتلاقيه بيقول لك والله انا بشرح لك الفيديو دوت وانت التايتل بتاعه. لو انت حاسس ان التايتل دوت يقول لك مش احسن حاجه، قول له والله ريجنريت التايتل دوت، خليه مور انترستنج، خليه مور كاتشي مثلا. فقول له والله انا عايزه مور كاتشي، فهو هيبتدي يغيره. وقال لي طب ايه رايك في ديسكفر سيكريت تو انلوكينج يور تيمز فول بوتنشال، يعني بقى هو بالنسبه له كده كاتشي احسن، بالنسبه لي عاجبني اكتر فعلا. بيقول لي والله الفيديو دوت انا مديله سكور 91 من 100، وانا مدي السكور دوت ليه؟ بقول له والله عشان انا شايف الفيديو دوت افكتفلي بيكاتش الاتنشن وكذا، بيتكلم بالطريقه ديت، فبيقول لي كل حاجه. وتحت هنا لو دوست عليها دوت هتلاقي الديسكريبشن الموجود للفيديو ده كله. الفيديو ده بيقول لك هو انا عملته 4 دقائق. طبعا لو احنا كنا عايزين حاجه شورتس بس فكنا هنعلم على اللي هي اقل من دقيقه وهنشوف. لو دوسنا عليه وجينا نشتغل. How does what you do make the company more money? Don't let them get away with like the sales example. We're gonna make more. Sit. دوت يعني بالطريقه اللي شغال بيها. طب احنا هنعمل بقى ايديت كليب، هندخل على ايديت كليب. لا والله احنا عايزين نعدل فيه شويه حاجات. طبعا احنا عندنا هنا على الشمال خالص ديت الكابشن بتاعت الفيديو اللي بتظهر، تحت هنا الحته اللي بنعدل فيها لو عايزين نقص حاجات، يعني ممكن اصلا الحته دي والله لا والله مش عجباني، تعال مثلا الحته دي مش عجباني من هنا فعلمني عليها كده سبليت، وقص لي الحته دي سبليت كمان هنا، وشيل الجزء دوت مش عاجبني. فهيبقى بالجزء ده من هنا لهنا وتقسط الجزء عادي يعني. طبعا بقى احنا هنا هنلاقي يعني الاوبشنز الموجوده. قلت والله انا عايز كليب لي اوت هنا، انا عايزه يبقى مش 9 16، لا انا فرضا انا عايزه 16 على 9. فاتفتح لي الشاشه بالطريقه ديت 16 على 9. احنا عايزينها بنظام الشورتس تاني، اقول له لا خلاص معلش انا اسف، انا عايزه شورتس او عايزه واحد على واحد لو تعمل حاجه للفيسبوك مثلا. فبالطريقه ديت احنا نعمل شورت مثلا 9 16 او ريل. هنا بيقول لك الابليكابل اوتو لاي اوت، اللي هو انت بتخليه شويه يبقى عامل زوم، شويه عامل ممكن يقسم الشاشه لاربعه، لو بيتكلم مع حد تاني ممكن يقسمها لاثنين يسبلت الاثنين. فاحنا مثلا احنا عارفين هو بيتكلم مع اليكس هنا بيتكلم لوحده، فانا همسح ده كله. لا والله انا عايز تبقى في لوحدها. الكابشن عايز تضيف كابشن ولا لا؟ لو دوست عليها كده اللي هي الكلام اللي تحت اهو التكست موجود. في حاجه اسمها الاي اي كي وورد هايلايتر دوت، لو انت والله شايف ان في كلام مهم عايزه هو يعلمه لك بالاصفر لوحده مثلا، او باللون اللي انت تختاره، وليكن مثلا هنختارها اللون الاحمر او البرتقاني دوت، قول والله لو في كلام مهم انت شايفه مهم فعلمه لي باللون دوت. فانت لو عملت له لغيتها هيلغيها، وهتيجي الاخضر الطبيعي اللي هو الستايل بتاع الكابشن بتاعنا. طب احنا اصلا عايزين نغير ستايل الكابشن بتاعنا، يعني الكابشن دوت لا مش عاجبني، فنيجي عند الكابشن هنا
بنقول له والله انا عايز الكابشن دي تطلع بطريقه بدل ما هي مثلا احنا خلينا This نشغل is not حاجه، slight to anybody on the team. We obviously had stars. ممكن تقول لا انا عايز تبقى اندرلاين، فيبقى اللون دوت بيظهر تحت الكتابه اندرلاين هنا. فبص نشغل On the team, we obviously had stars. But, او انا اخليها مثلا بوكس بالطريقه ديت. But seeing the average level of ممكن طبعا تغير اللون اللي انت عاوزه. anybody on the team, we obviously had وهكذا. دي الاوبشنز مثلا موجوده في الكابشن. لو انت عايز تخليه يعمل ايموجيز لوحده، لو في حاجه مهمه زي علامه الفلوس هنا، هو شاف اللي هنا بيتكلم على فلوس فراح يقول لك والله حط فلوس. عايز تلغي والله يقول له لا كنسل يا باشا اللي انت مش عاوزها ديت. وكده حرفيا بضغطه زر انت بتطلع فيديوهات وخلاص. بعد ما تخلص تقول له والله ايه اعمل سيف تشينجز عشان تبقى تنزلها بعدين. طبعا لو وريت لكم حاجات عندي انا يعني في الماي داشبورد، ولو دخلت فرضا يعني على حد من الدكاتره اللي انا بشتغل معاهم يعني، فهنا هتلاقي في فيديوهات انا عاملها كتير جدا. كنت بحط فقط لينك الفيديو اللي هو مديله 52 دقيقه كامله وبقول له والله طلع لي منها الشورتس. بص حرفيا مطلع لي كام شورت هنا، دي كلها شورتس مطلعها لي. كتير منهم نزلناها على اليوتيوب، كنت بعدل الحاجات فيها. بس ممكن لو في جزء في الاول مش عاجبني عن 39 ثانيه، فده مثلا 39 ثانيه ودوت التوبيك اللي بيتكلم فيه الكابشن اللي بيتكلم فيها. There is a gross underrepresentation of women in general. ده كان فيديو كويس جدا، ولما نزلناه جاب ارقام كويسه جدا 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 على اليوتيوب. فهو بيبتدي يرنك لي والله انا مديله 99 سكور يعني بتاعه، فانا شايف الفيديو دوت افكتيف جدا، بيتكلم على حاجه مهمه وبيتكلم على كذا. وبدانا نشوف الفيديوهات يعني لو اشتغلت. طبعا ممكن تدخل من جوه وتعمل ايديت وتقعد تعدل عليه، تعدل اللي اوت، تصغر، تكبر، تقص حته، تضيف حته لو انت عاوز. وكل الحاجات دي موجوده في اوبس، وكانت بكليك فقط. بعد ما خلصنا فيديو كبير 52 دقيقه هم عاملينه بودكاست، حطيته بكليكة وقلت له والله قص لي الفيديوهات، طلع لي الفيديوهات دي كلها. كنت بعمل تعديلات بسيطة خالص، اعمل لها داونلود في الاخر وارفعه على اليوتيوب بتاعهم. هو حتى مديني بيقول لي والله يعني انا عاجبني التايتل ده وعاجبني التايتل دوت. بروح داخل على اي حاجة مثلا كده واعمل الديسكريبشن بتاعه ونرفع وزي الفل جدا. ده كان اوبس على السريع يعني. بعد ما خلصنا شرح الموقع العظمه دوت، هقول لك على خبر حزين شويه، او هم خبرين الحقيقه للاسف ممكن يقفلوك شويه. اول حاجه ان الموقع دوت مش شغال النسخه المجانيه التجريبيه بتاعته حاليا في معظم البلاد العربيه، بس هم قايلين انهم هيفتحوها قريب. الخبر السعيد ده انك ممكن تعمل VPN عادي جدا تنزله عندك عشان تعمل اكونت عليه من البلد اللي انت عاوزها. الخبر الحزين التاني ان الموقع هيقفشك لو عملت VPN وهيخرجك من الموقع وهيقول لك لا مش هتشتغل معاه فاحنا اسفين ليك. الخبر الثالث الاحزن انك عشان تكمل على الموقع وانت من بلد عربيه او بلد عموما لسه بيشتغل فيها نسخه تجريبيه، فانت هتضطر انك تشترك في باقه مدفوعه ليك عشان تشتري دقائق الفيديوهات بتاعتك. بس لو عاوز تستفيد من موقع اوبس بحاجه بلاش وحاجه مجانيه خالص، فلو انت دخلت مثلا عندك على الاكونت بتاعك ودوست على صورتك من هنا، هتلاقي في حاجه اسمها فري كابشن جنريتور. لما تدوس عليها هيجي لك ده، هيقول لك والله لو انت بص ديت، هيحط لك امثله بيقول لك لو انت عايز حاجه فور فري خالص ارفع الفيديو بتاعك اللي هو الشورت واحنا هنعمل لك عليه كابشن بالطرق المشهوره ديت. دي طرق ناس مشهوره بالفعل، يعني مثلا مستر بيست بيكتب بالطريقه ديت معظم كلامه. علي عبد العال دوت حد انا بحبه جدا يعني، فبيكتب بالطريقه دي طريقه كتابته المعينه في فيديوهاته الشورتس. في حد تاني بيكتب بالطريقه ديت مثلا، لو دوت ايلون ماسك كان ليه فيديو بتطلع بالطريقه ديت، اليكس هولموزي هو بيطلع بالطريقه ديت. فيقول لك والله احنا عندنا الاوبشنز دي كلها موجوده، فقط ارفع الفيديو بتاعك هنا واحنا هنحط لك الكابشن بتاعتك بطريقه محترمه جدا فور فري من غير اي حاجه خالص. بس الخدمه المجانيه ديت احنا مش بنقطع لك فيديوهات ومش بنبتدي نعمل لك الاي اي اللي هي البي رولز والحاجات ديت، فقط بنعمل لك كابشن ليها وخلاص كده. طب هل انت لو بلد ثانيه هيبقى فيها مشكله؟ لا، هتعمل اكونت عادي جدا بس هيديك ساعه واحده بس تجرب فيها الموقع بتاعهم احسن ولا ايه. لقيت بقى فعلا ان الباقه تستحق والموقع يستحق جدا، هتلاقي ان هي ب 19 دولار ممكن يديك 200 دقيقه من الفيديوهات اللي تقدر توفرها ليه. بكل انا شايف ان ال 19 دولار يستحقوا اكتر كمان من ثمنه. واكيد الفيديو دوت هو مش اعلان ولا دعايه للموقع لان هم اصلا ما يعرفونيش، بس انا ما يهمنيش حد ما دام انت يا باشا مستمتع وانت بتتفرج عليا، فخلينا نحسبها سوا مع بعضنا. الحكايه دي الناس بتشتغلها على موقع العمل الحر، ومقطع الفيديو الواحد اللي بتعمله كريل ممكن تبقى تكلفته على الاقل لو انت حارق سعر 10 دولار، يعني 10 فيديوهات من النظام ده سعرهم ممكن يكون حوالي 100 دولار لو بتشتغل كفريلانسر. ده مقابل ان ال 200 دقيقه اللي ممكن
ممكن تشتريهم ب $19 عندهم قدرة ان هم يطلعوا لك فعلا ما يقرب من 20 فيديو قصير محترم جدا جودته عالية جدا لو استخدمتهم صح. فهو توفير بكل المقاييس، وده رأيي الشخصي انا على حسب استخدامي واللي اشتغلت بيه بالفعل لعملاء كتير جدا على موقع ابو. ممكن يكون انت ليك رأي تاني، بس عموما خلي الموقع دوت في بالك يمكن تحتاجه بعدين. وهتلاقيني هنا في القناة بشرح مواقع العمل الحر وكل ما يخصها، وبركز على تعليم المجال اللي انا بشتغله على المواقع دي، فلو مهتم باي حاجة منهم فبإذن الله القناة هتعجبك جدا. ما تنساش تشترك فيها عشان نتشارك سوا ايه اجدد حاجة في عالم الفريلانس الشيق جدا. اشوفك فيديو جديد يا صاحبي، والسلام عليكم.